التعليم قضية مقلقة في المغرب، وقضية مستفزة للعقل السياسي الوطني وللعقل السليم عامة، لأن المدرسة كتعرف واحد الأزمة بنيوية خطيرة، والمراجعة وضرورة الإصلاح الهيكلي للنظام التعليمي والمدرسة العمومية يعتبر من أساسيات تحقيق التنمية الشاملة والبناء الديمقراطي السليم. والمدرسة العمومية هي التي تضمن تكافؤ الفرص بالنسبة للجميع، وهي التي تضمن التوزيع العادل للمعرفة والتوزيع العادل للتربية والتعلمات. والمدرسة العمومية هي التي تستطيع أو تضمن أن تكون هي التي تستطيع أن تتسلق الجبال وأن تكون في قمة الجبل لكي نعمم التعليم على جميع الفئات الفقيرة في المجتمع. لذلك فإن الإصلاح ديال النظام التربوي التعليمي بالإضافة إلى الاهتمام بالبحث العلمي يعدان شرطاً من الشروط الأساسية لتقدم وتطور بلادنا.